غلاء أسعار الكتب والمواد المدرسية هو عنوان العام الدراسي الجديد في تونس. أولياء الأمور يشكون من أعباء مالية إضافية تلقى على كواهلهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد. الصعوبات الأولى لقيناها في المستوى المادي، كل شيء غلاء، أدوات، حوايج، واللي تمسوا حصيلوا نار. مادام قراية دونك تنجم تنحي من روحك باش تنجم تلفي لولادك طلباتهم، على خاطر القراية حاجة أساسية وحاجة مقدسة. يبدأ العام الدراسي الجديد في تونس أيضا بخلافات تلقي بظلالها عليه بين النقابات والحكومة التي تتحدث عما تسميه باستشارة وطنية لإصلاح المنظومة التعليمية، قد لا يكون للنقابات دور رئيسي فيه. الاستشارة الوطنية حول إصلاح النظام التربية والتعليم، وستكون مقدمة للاختيارات القادمة في هذا المجال بعد أن تم إدراج المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص الدستور. أما النقابات فتتمسك بدورها وترفض التهميش، وتطالب الحكومة بالالتزام بتعهداتها، لا سيما فيما يتعلق بتحسين أوضاع المدرسين، وأن يشمل الحوار المرتقب مشاركة واسعة للمختصين في الشأن التعليمي. تبقى المشكلة دائما في الناحية الشكلية. الآن يعني رئيس الجمهورية أعلن عن تنظيم استشارة وطنية عن بعد يشارك فيها حتى المواطنون يعني للإصلاح التربوي، لكن هناك عديد المتابعين ينادون بضرورة تشريك أهل الذكر وتشريك المختصين، أكثر عدد من المختصين لإتمام الإصلاح التربوي ولضبط الخطوط العريضة لهذا الإصلاح، خصوصا أنه كما نعلم التعليم في تونس يعني شهد عديد الهزات وعديد التقلبات في السنوات الأخيرة. وبدأ طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ينتظمون في مدارسهم في مختلف أنحاء تونس اعتبارا من هذا الأسبوع، كما انطلق العام الجديد تدريجيا أيضا في الجامعات والمعاهد العليا. وبينما يستمر التجاذب بين السلطة والنقابات، تبقى الأنظار معلقة على معالم مبادرة إصلاح النظام التعليمي بعد أن يكتمل الحوار الوطني بشأنها والذي دعت إليه الحكومة. بلال مبروك، الحرة، تونس.